صباح الخير على الجميع في فيديو جديد النهارده من قناه اروح فين منين التومي مابس. معاكم احمد التومي. النهارده يا جماعه احنا على طريق الساحل الشمالي اتجاه مارينا سيدي عبد الرحمن ومطروح، وبالظبط كده عند قريه الاحلام هي على ايدينا اليمين. احنا كنا عملنا فيديو للساحل الجنوبي اللي هو الطريق الموازي ولقيناه مقفول، تمام. بعد كده اكتشفت ان هو ايه، ان هو مفتوح بس هو مكسرين الحته الاولانيه بس، فهنخش دلوقتي نشوفه. لان اكتشفت كده ان رجعت من الطريق المعاكس كان كويس ما عدا اخر 200-300 متر بس، هما اللي ايه، هما اللي يعتبروا متكسرين. فقلت طالما ايه، طالما حته صغيره يبقى ايه، يبقى نوريها بقى لحضراتكم ونصوره بالمره. هما بيعملوا كوبري، يعني هي الحته بتاعت التكسير هو طوله الكوبري. حضراتكم عارفين الكباري عموما بنبقى طولها ايه، 300 متر 500 متر، يعني في الرينج ده. ففي الرجعة لقيتها الحتة صغيرة والمساحة صغيرة، عشان كده قلت ايه، قلت لا نعمله بالمرة بقى. يعني اهو بصوا يا جماعة، هما من هنا ايه، من هنا يعتبر ايه، يعتبر قافلين، تمام. هتخش بقى كده وتمشي ايه، وتمشي اكنك ماشي عكس الاتجاه، بس مسموح لك طبعا لان هما مش قافلين الطريق من اوله. لو قافل الطريق من اوله كان يبقى ايه، يبقى ممنوع ان انت تخش، انما هو سايب الطريق من اوله مفتوح. طالما سايب الطريق من اوله مفتوح يبقى ايه، يبقى مفيش مشاكل. بس خلي بالك بقى ايه، الحته اللي احنا ماشيين فيها دي تعتبر رايح جاي. بصوا اهي الاساسات اهي بتاعه الكوبري، طبعا لو جاي حد في وشك هتحضن يمين شوية بحيث تعديه كلام من ده، لان المساحة طبعا مش ايه، مش كبيرة، عشان مثلا ايه، عشان تعدوا انتوا الاتنين جنب بعض بسرعتكم هيبقى فيها نسبة مخاطرة شوية. هما بيعملوا الكوبري ده عشان مزلقان القطر ده، على ما اعتقد ده مزلقان القطر بتاع مطروح فردة واحدة، فعلى ما اعتقد يعني الكوبري ده سبب انشاؤه هو ايه، هو المزلق هنا يا جماعة. طبعا هو حظنا حلو ان ايه، ان مفيش حد جاي في الاتجاه المعاكس. الساحل الجنوبي ده يا جماعة ماسك يعتبر من عند قرية الأحلام اللي هي قبل مارينا واحد مباشرة لحد سيدي عبد الرحمن عند بداية مراسي كده. اه بصوا الحتة ايه، الحتة بتاعت التكسير ايه خلصت، يعني بتاعت ايه، بتاعت 500 متر كده ولا 1000 متر بالكتير. واديك بترجع ايه، بترجع تمسك الطريق ايه، ترجع تمسك الطريق تاني اهو. انا كنت جاي بقى من كام يوم كده في الاتجاه المعاكس، قلت لما اشوف الدنيا شكلها ايه، فوصلت لحد هنا شفت الحته دي، قلت بقى لا يبقى ايه، فاقرب فرصه نصوره. احنا كنا المره اللي فاتت زي ما قلت لحضراتكم دخلنا وايه، ولقينا التكسير ده، رحت لافف وراجع.
لان برضو ما كانش فيه ايه يوميها، ما كانش فيه مساحة للوقت معايا يعني ان ايه ان انا اخش واستطلع. انما لما رجعت بقى وشفت ان هو ايه الدنيا ماشية، هي حتة صغيرة قوي، قلت المرة دي بقى ايه المرة دي نصوره. لو انت رايح بعد سيدي عبد الرحمن، هو الوصلة دي حوالي 25 كيلو، بتوفر عليك بقى الزحمة، ايه الزحمة بتاعت مارينا، ومن مارينا واحد لمارينا سبعة والعلمين، يعني زحمة مارينا بالعلمين بالمقابر اللي هي الألماني والإيطالي، كل ده انت بتعديه وهو الطريق فاضي كده يا جماعة، ايه على طول يعني، مش مثلا ايه مش مثلا هو فاضي النهارده بس ولا ساعة ما انا داخله بس كده، لا، زي ما انتوا شايفين العربيات جاية اهي في الوش، يعني الطريق عليه رجل يعني مش مقطوع بس فاضي. ليه؟ لان هو 4 حارات ومعلهوش كثافة، يعني مفيش كثافات ايه كثافات عالية عليه، عليه لدارين باين او 3، يا 2 يا 3، هنوضحهم دلوقتي لما يجوا. والسرعة عليه 100، يعني هو نفس سرعة الساحل، بس هتوفر ايه هتوفر الادارات الكتير اللي هي بتدعم المارينا والعلمين، تمام، وهتوفر شوية الزحمة اللي هي بتبقى موجودة برضو ايه موجودة في الحتة بتاعت مارينا والعلمين، لان احيانا بيبقى مثلا في حد مسؤول طالع ولا خارج من العلمين فبيوقفوا الطريق في بعض الاحيان، يعني او حد من الوزراء ولا حاجة. عليه بعض المخارج برضو، يعني احنا واحنا عليه هنقطع سكة وادي النطرون العلمين اللي هي تطلعك على اسكندرية القاهرة الصحراوي، اللي هي يعتبر المدخل في وش مارينا 5، يعني من على الطريق ده برضو ممكن ما توصلش لسيدي عبد الرحمن لو انت رايح مثلا مارينا 5 ولا 6 ولا 7 ولا 4، برضو الطريق ده كويس بالنسبة لك. يعني هو اول مخرج اهو على الطريق مدينة العالمين الجديدة، يقول لك خد ايه خد يمين، ده هيمسكك اللي هو الطريق التاني الموازي، في طريق موازي تاني وهيمسكهولك. احنا طوالي زي ما احنا ملناش دعوة، بعض بنازين وطنية برضه هتظهر معانا قدام شوية، يعني برضه الطريق ايه الطريق عليه بعض الخدمات مش مقطوعة يعني.
وادي تأمين اهو واقف اهو على اليمين اهو. عندنا مخرج تاني اللي هو طريق البترول اهو على اليمين. بره طريق البترول ده ممكن يطلعك على على طريق الساحل. الاسفلت بتاعه كويس ما فيهوش مشاكل الحمد لله. منور بالليل الطريق ده يا جماعة، يعني زي ما حضراتكم شايفين عواميد النور اهي في على الجنب في النص اهي، بيبقى منور ونوره حلو يعني. يعني عديت عليه كذا مرة قبل كده بيبقى منور. ونكتفي بهذا القدر من وقت الجزء ده، ونعمل جزء تاني بحيث يبقى الطريقة على ايه، على جزئين. اساسا حضراتكم اللي عجبوا الفيديو اعمل الاشتراك ولايك وشير تفضلا وليس امرا. واللي ما عجبوش الفيديو قول لي في تعليقات ما عجبكش الفيديو ليه، بحيث نحاول نعدل من الفيديوهات القادمة. شوف حضراتكم في فيديو جديد والجزء التاني. مع السلامة.